سراب سراب يا دنيا العذاب سراب. الله جاب الله خد الله عليه العوض. ايه ده؟ هو مش ده دوري؟ اولا مش مسموح لحد يقطع البروفة غيري، تاني حاجة وده الأهم، نسيت أقول لحضرتك يا أستاذة عليا، أنا المخرج، أنا اللي أقول مين يعمل إيه. أنت بتعمل معايا كده ليه؟ يا ستي ده أنا بساعدك، يعني شايفك مشغولة بالخطوبة وتجهيزات الفرح، فقلت لمريم تذاكر عشان تبقى ستاند باي، واو، بقت جاهزة. سيبك من مريم دلوقتي والدور. طمنيني جبتوا الصيني ولا لسه؟ صيني إيه وصفت إيه؟ أنا بقالي 3 شهور بتمرن على الدور وما قصرتش. لا قصرتي أو ما قصرتيش دي أنا اللي أقولها. وبعدين مش كفايه يا استاذه عاليه ان انا جيت البروفا وشفتك انت وخطيبك المحترم متخطيين حدود الادب وشغالين على مسرحيتي اللي انا مخرجها في عدم وجودي. وبعدين سيبك من كل ده، بص كده على مريم بذمتك مش لايقه على الدور؟ قمر. طب اراهنك انها هتكسر الدنيا وهتقولي امجد قال. طب وانا؟ انت معانا في الفريق يا علي، يعني نشوف لك اي دور تاني. ايه رايك في دور زينب؟ صغير وهتعمليه كويس. هو انت جاي تقولي كده قبل العرض بيوم؟ ولو قبل العرض بساعة. دي رؤيتي يا حبيبتي. بعدين انا قعدت مع الادارة والمنتجة وشايفين ان رؤيتي صح، وبعدين احنا اتعلمناها كده، مصلحة العرض اهم من مصلحة الفرد، ولا ايه؟ اقسم بالله انت بني ادم مريض، انا بكرهك. عليا عليا انت رايحة فين يا مريم؟ استني بس يا عليا يا عليا، استني بس هفهمك. هتفهميني ايه؟ انت يا مريم تمام فيا كده؟ طول الفترة اللي فاتت كان بيمرنك على الدور وما تجيش تقولي لي انت يا مريم. عليا بجد انا مش عايزاك تزعلي مني. انت عارفة ان انا بعتبرك اختي. انا طول الفترة اللي فاتت كنت بفكر هجيبها لك ازاي. بس انت برضو اكتر واحدة عارفة ان انا كان نفسي في الفرصة دي من زمان. وهي جات لي ومش هسيبها. بجد ما تزعليش مني. كده كده امجد كان هيجيب واحدة غيرك. فقلت انا اولى. فبلاش نخسر احنا الاتنين. عشان خاطري فهميني. يا ريتك ما عملتي كده. يا خسارة يا مريم، كنت غالية عندي أوي. عليا اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.